صباح الفل وصباح الورد. عمركم جربتوا وتعملوا طحينه في البيت؟ مش سلطه الطحينه، لا طحينه الخام، يعني مش لازم ننزل نشتري مثلا في وقت متاخر مش عارف ايه. لو عايزين نعمل طحينه ما تيجي نتعلم ازاي نعمل طحينه في البيت. في طاسه على النار هحط كوبايه سمسم، سمسم ابيض، وبعد ما حمصنا السمسم هننزل عليهم معلقتين دقيق. ودلوقتي بعد ما حمصنا السمسم مع الدقيق هنضرب الحاجه دي في الكبه ونعمها كويس جدا. تمام، انزل كده في الكبة. هنفضي السمسم اللي احنا عملناه في الخلاط عشان نبدأ ننزل عليه بالزيت ونعمل الطحينة. احنا دلوقتي خلصنا الطحينة، ممكن انت بتعملي الطحينة تلاقيها لسه سايبة معاكي شوية، فاحنا واحنا بنضرب في الخلاط ندي معلقه دقيق لحد ما تظبط القوام بتاعها. تمام، ونحط رشه ملح في الضربه الاخيره. وكده احنا خلصنا الطحينة، دلوقتي هنبدأ نعمل العيش البوري. في بولة هنحط كوباية دقيق، رشة سكر، رشة ملح، رشة خميرة، وهنقلب المكونات الجافة مع بعض. هحط نص كوباية مية وهبدأ أعجنهم في بعض. احنا كده خلصنا عجينه العيش البوري. في ناس هتسال انا ليه اشتغلت بيدي ما اشتغلتش بجوانتي؟ عشان العجينه تطلع احسن معاك لازم تحس بملمسها في ايدك. انا دلوقتي هسيبها تخمر وارجع لكم تاني. انا دلوقتي سبت العجينه بتاعتنا تخمر 10 دقايق، بعد كده قطعتها كور صغيرة على قد اللقمه، بعد كده سبتها تخمر تاني 10 دقايق وهبدا افرد فيها. في حاجه كده ممكن نعملها واحنا بنقطع، اول لقمه قطعناها وسبناها في الاول هي اول لقمه نبدا بيها عشان تكون اكتر واحده ايه خدت تخمير. تمام، فانا هبدا هعملها كده على شكل ايه العيش، شوية دقيق وابدأ افردها بالنشابة. وفي زيت سخن ننزل باللون. احنا دلوقتي خلصنا العيش البوري والطحينه، عملناهم في البيت، يا ريت تجربوهم وتبعتوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتبصوا على صفحتنا على الانستجرام واليوتيوب والموقع بتاعنا الوصفه.com. يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.